اسم ناصر عمار عبد الجبار وأنا من العراق. جيت اليوم على مركز الكراسكا. لعبة الكراسكا كانت كتير حلوة. البحث عن السبب إنه جيش هيك، فممكن لما أعرف يكون أوقف معه أساعده، هذا نوع ما يخفف من الألم اللي هو يعيشه من الحزن والبكاء. فهذا ضروري إنه أنا وأنتم وأطفالنا وشبابنا نعثر على مشاعر الآخر. المفاتيح الخمسة هي صلي فوق وأثروا على الوقائع وأثروا على المشاعر وجيد سيد فضولي وماذا لو. شو هو الجيد؟ نجعل تصرف الزلمة مع المجنون. شو هو الجيد بهذا التصرف؟ الجيد هو أخذ درس من هالموقف. تمام. ما تكون يعني عميان عن الحقائق اللي تصير قدامنا. يعني في أحيان تكون في حقيقة قدامنا بس نحن يعني عنا عمى عن هذا الشيء، مع إنه هي حقيقة قدامنا. يعني كشف الحقيقة. كشف الحقيقة. تمام. يلا فاطمة. إيش تبغى تحبي فاطمة؟ ثالث. برافو يا فاطمة. يلا. ايش جو تحبين انتي؟ شمس. شمس؟ برافو شمس. يلا هاني. مثلث. برافو. انا اسمي هاني حسن الصالح، عمري 12. فرحت كثير لما جيت على مركز الحسن، حيل فرحت، ويعني اعطانا شغلات تفرح واعطانا انجليزي كمان. ولعبنا اليوم لعبه تفرح كثير كثير كثير.